شيئا فشيئا تتحول ميدي إلى محرقة للإنقلابيين، فمن بين أكثر من 220 قتيلا من الميليشيا سقطوا خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري وفقا لإعلام الجيش الوطني، شكلت جبهة ميدي نقطة الاستنزاف الأكبر للإنقلابيين. أكثر من 30 قتيلا خلال الأيام القليلة الماضية وحدها هي حصيلة المواجهات العسكرية المستمرة في محيط المدينة وحصيلة قصف طيران التحالف على مواقع وتجمعات الإنقلابيين في الجهة الجنوبية من مدينة ميدي. معظم قتلى الميليشيا في هذه الجبهة ينتمون إلى محافظة حجة التي تشرف إدارياً على مديرية ميدي، ويتم نقل بعض جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات في هذه المحافظة. حرر الجيش الوطني مدينة ميدي بعد نحو عامين من المعارك، ولم يعد يتبقى سوى جيب محدود المساحة في جنوب المدينة حصنه الإنقلابيون بحقل كبير من الألغام. وإلى جانب هذا الإنجاز سيطر الجيش على الطريق الواصل بين ميدي وحرض، ويجري التعامل مع الألغام بواسطة الفرق الهندسية العسكرية المتخصصة. معظم الجبهات الرئيسية للمواجهة مع الإنقلابيين شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً في القتال بين الجيش الوطني والميليشيا الإنقلابية في وقت تتزايد فيه الخسائر البشرية للإنقلابيين في هذه المعارك. وخلال الفترة الأخيرة ارتفعت الأصوات من ذوي قتلى الميليشيا مطالبة باستعادة جثامين قتلاها التي لا يعود معظمها من جبهات القتال، وتزداد حسرة العائلات التي فقدت قتلا لها في سن الطفولة، حيث تتورط ميليشيا الحوثي في استقطاب هذه الفئة العمرية إلى محرقة المواجهات. مواجهات لم تتوقف منذ أن أشعلت الميليشيا حربها ضد الوطن والشعب اليمني قبل أكثر من 3 أعوام ونصف.